مشاهدي قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، يوم الجمعة وموعدنا مع الحلقة الأسبوعية، كل جمعة في دقيقتين. النهاردة جايب لكم خاصية من خصائص التعديل على الصور. أكيد طبعا أي حد عندنا عنده الصور يحب يشيرها، يحب يبعتها، يحب يعمل فيها اللي هو عايزه، يحب يبعتها في شغل بيزنس، بيبقى فيها بعض التفاصيل يحب يمسحها. النهاردة هعلمك إزاي تمسح بعض التفاصيل من الصورة وكأنك بالظبط مفيش أو التفصيلة دي مش موجودة تماما في الصورة. الخاصية دي موجودة في تليفونات سامسونج عامة الجديدة كلها اللي بتستخدم الوان يو اي 4 وفيما أدنى من الواجهة ديت. يلا بينا نبتدي نشوف الخاصية دي، احنا هندي مثل عليها دلوقتي. أنا بروح بتحرك على الصورة في الجاليري كده، هنختار ولو هنختار كأننا الصورة دي اللي عندنا، ودي صورة لغلاف حلقة من حلقات الفيديو اللي انا هعملها او اللي انا بعملها ان شاء الله في المستقبل. ازاي اعملها الاريز؟ بدوس على الايديت تحت او اللي هي علامة القلم، بدوس كده تمام، والثلاث نقط اللي على اليمين بروح دايس عليهم. في عندي كلمة اوبجكت اريزر اللي هي عبارة عن استيكة بسيطة كده بتحمل شوية، وانا بختار ايه بالظبط اللي هشيله. لو هنختار مثلا السماعة دي بتشوفوا علم عليها بالعلامة بالمنظر ده، واختار اريز او مسح، اتمسحت قدامنا زي ما انتم شايفين وباينه في الصوره تماما كانها مش موجوده خالص. عايز مش عاجباك عايز ترجع تاني ترجع بكده، عايز تعمل لها اريست تاني وتمسحها، اديني بمسحها اهي قدامكم اهي، وباينه الصوره كانها بالظبط مش موجوده فيها. تقدر حضراتكم تطبقوها عندكم وتقولوا لنا الانجازات بتاعتكم او تقولوا لنا التجربه بتاعتكم عامله ازاي. مش هنسى زي كل مرة أفكركم، ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان والكومنتس، وهرد عليكم على طول. سلام عليكم.